قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير قوي في جسده، قوي في إيمانه، قوي في إتقانه، قوي في عطائه. المؤمن أنا أصر عندما أرى شابا قويا، وأصر عندما أرى رجلا موسرا مسلما. هذا الرجل القوي في ماله ينفع المسلمين، يخرج زكاته، يخرج صدقات أمواله، يفك الكرب عن الناس. أصر عندما أرى شابا قويا في جسده على ديانة واستقامة، فهو ينفع المسلمين. وكذلك قوي في علمه، فبالتالي يفيد من حوله، وهكذا. فليس فقط في العلم الشرعي، بل هو قوي في علم الطب، علم الهندسة، ينفع من حوله. وكم من إنسان نفع إخوانه في المساجد ممن لا يستطيع أن يدخلوا ويدرسوا في المراكز أو في الدروس الخصوصية، وكان قويا في الرياضيات فنفع إخوانه ودرسهم وعلمهم وأفهمهم. إذن إخواني في الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لما؟ لأنك لم ترضى بقضاء الله وقدره. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذن هذا يتنافى مع الرضا عن الله، وهو قول لو أن ما جيناش، لو أن سوينا، يا ابن الحلال سبب خسارتنا أنت، لو أن ما رديناش عليك، يا ابن الحلال اتجوزنا لفلانة طلعت فرج أخ، لو أن ما رديتش كل إيش حافظ لإيش لو. هذا يتسخط على قضاء الله وقدره. لو أن اتجوزت، طب موجود تتجوز فلان يجيك أولاد معاقين، سنة قول ما يجيش أولاد أحسن. وين الرضا بقضاء الله وقدره؟ لا تحكم على نفسك يا أخي، ارضى بقضاء الله الذي نزل بك. وإذا كان هناك شيء يخالف الشرع فالخطأ من هنا، فنحن لا نحسن الاختيار، وإنما نطلب من الله أن يوفقنا إلى حسن الاختيار. لا نتكئ على أنفسنا ولا أموالنا ولا علمنا ولا جسدنا، وإنما نطلب من الله التوفيق. فبالتالي نرضى بقضاء الله وقدره، ونرضى عن الله بما نزل بنا.